السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أينما كنتم تتابعون هذه الإطلالة المتجددة من برنامجكم من عمان. مساء الخير لكم جميعا، مساء آخر يتجدد يمنحنا فرصة اللقاء بكم عبر هذه المساحة المسائية، متابعة لمستجدات الساحة الوطنية بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج في جميع المجالات من خلال هذه المحطات الحوارية المختلفة، بالإضافة إلى تقارير منوعة نقتبس شيء من جماليات السلطنة الحبيبة. أمسية الثلاثاء أيضا زاخرة مشاهدينا بالعديد من المتابعات. نبدأ هذه الحلقة إن شاء الله بمحطة حول قافلة حداء الصحراء التي انطلقت من رمال الشرقية بمشاركة 4 من الرحالين العمانيين على ظهور الإبل، بدأت في 8 من ديسمبر أو عفوا من 15 من ديسمبر إلى 18 من ديسمبر الجاري في ولاية دية برمال الشرقية. تفاصيل مختلفة حول هذه الرحلة مشاهدينا برفقة ضيوفنا في المحطة الأولى من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في حديث آخر اليوم مشاهدين نقترب وإياكم من رسالة ماجستير تحت عنوان النشاط الإشعاعي في السلطنة وتأثيرها على الأنشطة البشرية. هذه صورة من الصور تبذلها أيضا الجهات المختلفة سواء كانت مؤسسية أو فردية في سبيل الحفاظ على البيئة ودرء مخاطر هذه الأشعة النووية. مشاهدينا تفاصيل مختلفة حول هذا الحدث أيضا حاضر في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. المحطة الثالثة كما عودناكم مشاهدينا فقرة التصوير الضوئي، هي فقرة أسبوعية حاضرة في برنامج من عمان بشكل أسبوعي، نحاول أن نقترب من زاوية معينة من هذا الفن الآسر. اليوم وإياكم نقترب من فن التصوير الجوي بالتحديد، ماذا يحتاج هذا النوع من التصوير. أيضا نستعرض لكم أنموذج حقيقي مبدع في مجال التصوير الضوئي من خلال وجه عماني شاب حاضر في هذه المحطة إن شاء الله في الدقائق القادمة. أما محطتنا الأخيرة مشاهدينا هي محطة ثقافية بعد الأنشطة التي قدمها النادي الثقافي خلال الموسم الثقافي الماضي. أيضا يعني النادي احتفل مشاهدينا بتدشينه للموسم الثقافي للعام القادم 2018. تفاصيل هذا الموسم تجديد تنويع مختلف، يعني هناك اهتمام أيضا بمختلف القوالب الثقافية من خلال الخطة القادمة للنادي الثقافي، نتعرف عليها من خلال ضيفنا في المحطة الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. من ضمن الأخبار المستجدة مشاهدينا اليوم، وشاهدنا هذا الخبر في أكثر من وسيلة إعلامية، أكثر من 20,000 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات مقسمة على 34 مخططا في مختلف محافظات السلطنة اعتمدتها اللجنة الفنية المشتركة المعنية بتطبيق الآلية المرحلية للتخطيط العمراني في اجتماعها الأخير لهذا العام. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة بتوفير المخططات العمرانية الحديثة من أجل توزيعها على المواطنين المستحقين خلال الفترة المقبلة. تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا في التقرير التالي، بعدها عودة لبداية محطاتنا الحوارية، ابقوا معنا. أربعة وثلاثون مخططا في عدد من محافظات السلطنة اعتمدتها اللجنة الفنية المشتركة المعنية بتطبيق الآلية المرحلية للتخطيط العمراني خلال اجتماعها الأخير لهذا العام برئاسة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان. هذه المخططات توفر أكثر من 20,000 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتوزيعها على المواطنين المستحقين خلال الفترة المقبلة. المخططات المعتمدة توزعت على مختلف محافظات السلطنة، حيث تصدرت محافظات شمال الشرقية والداخلية والظاهرة في عدد المخططات بستة مخططات لكل منها، ثم محافظتي جنوب الشرقية والبريمي التي تم فيها توفير أربعة مخططات لكل محافظة، بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة بثلاثة مخططات، وتوزعت بقية المخططات على محافظات مسقط وظفار والوسطى وشمال الباطنة.
وتضم اللجنة الفنية عددا من الجهات الحكومية المعنية بالخدمات، والتي اعتمدت 400 مخطط مع الجيوب المصغرة في مختلف محافظات السلطنة، موفرة أكثر من 63,600 قطعة أرض بمختلف الاستخدامات في محافظات السلطنة خلال العام الجاري. وتسعى اللجنة إلى وضع رؤية موحدة تجاه تطوير المخططات وتزويدها بالخدمات الضرورية، بحيث تقوم كل جهة بوضع تصور لذلك ضمن الخطط المعتمدة لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي في ظل ارتفاع عدد السكان وتنامي الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. تجتمع اليوم اللجنة اجتماعها 20 لهذا العام، وعرض عليها 34 مخطط، وهي الجلسة جلسة اليوم مخصصة للنظر واعتماد المخططات، فعرض عليها 34 مخطط. وفرت لنا هذه المخططات ما يزيد عن 20,000 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات السكنية والتجارية والسكن التجاري والصناعي، وكذلك القطع المخصصة للخدمات الحكومية والخدمات العامة. ولو نظرنا إلى جهود اللجنة الفنية المشتركة لهذا العام، فهذا العام في الحقيقة اجتمعت 20 اجتماع وناقشت وعرض عليها 400 مخطط وجيب تخطيطي، نتج عنه أكثر من 63,000 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وهذا إنجاز طيب وكبير ومقدر لهذا العام. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في هذه اللحظة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في أولى محطاتنا لحلقة الليلة مشاهدينا تعرف على تفاصيل قافلة حداء الصحراء، هذه الفعالية يعني السياحية نقول التي اختتمت بعد جهد كبير من قبل القائمين عليها في الفترة من 15 وحتى 18 من ديسمبر الجاري في ولاية بدية برمال الشرقية. تفاصيل هذه النسخة برفقة ضيوفي في الاستوديو، أرحب باسمكم مشاهدينا بأحمد بن ناصر الجنيبي المحرر العام لمجلة عالم الهجن ورئيس قافلة حداء الصحراء. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، حياك الله في برنامج من عمان. نتشرف أيضا مشاهدين، نرحب بالرحالة أحمد بن حارب المحروقي، وهو شارك أيضا في هذه القافلة برفقة ثلاثة من الرحالين أيضا العمانيين. تفاصيل، أهلا بك أستاذ أحمد، حياك الله في برنامج من عمان. يعني بداية معك أستاذ أحمد الجنيبي بالتحديد، لأنه الأثنين اليوم معنا أحمد، فأستاذ أحمد البداية معك، يعني تحدث عن هذه النسخة الجديدة الثانية بالتحديد. طبعا قافلة حداء الصحراء بدأت في نسختها الأولى في العام الماضي، وكانت في ولاية بدية، وهذا العام تكررت في نفس المنطقة وفي نفس الرمال. القافلة هذه هي قافلة سياحية ثقافية تاريخية. الهدف من هذه القافلة هو استغلال الموسم الثقافي والموسم السياحي الشتوي في محافظة شمال الشرقية، وجود أشهر الرحالة العمانيين المعروفين في مجال الترحال على ظهور الإبل. فتواجدت هذه القافلة لمدة 4 أيام متتالية، تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة. طبعا شاركنا في هذه النسخة الرحال أحمد بن حارب المحروقي، وكذلك الرحال عامر الوهيبي، والرحال كذلك حمود النهدي، والرحال محمد الزجالي، فلهم الشكر والتقدير. نعم، يعني اليوم الرحال أحمد معانا موجود في الاستوديو. نعم. يعني بهذه الرحلة تكون قد أكملت 5150 كيلومتر. بالضبط. تقريبا. بالضبط. حدثنا عن هذه الرحلة تحديدا، كم المسافة المقطوعة كانت؟ هذه الرحلة تقريبا 65 كيلومتر. 65. وكانت بدايتها من مخيم العريش إلى مخيم إلى خيمة الصحراوية. نعم. الذي قمنا فيها وحدنا الخيمة الصحراوية، حتى الخيمة الصحراوية جبناها لما وصلنا هنا،
ركزناها في مجمع الوزارات قدام وزارة السياحة. نعم. يوم الثاني طلعنا من الخيمة الصحراوية إلى مخيم سما الوصل والذي خض تقريبا بعدين طلوعنا من الساعة 8:30 وصلنا تقريبا هناك الساعة 1 تخللها وقوف شرب القهوة وكل شيء ونعطي الطوعية للسواح لما نحصل السواح نوقف معاهم ونعطيهم كتيبات نخلهم نتكلم عن السياحة في عمان وانطباع الأشياء التي موجودة في عمان وكانت رسالة لهم عمان زائد رسالة ثانية كنا خاصة لما شاركت عندنا هذه المرة شركة البيا وكنا نسلط على المخلفات المتروكة في الرمال من الناس الذي يجوا يخيموا وكانت في الشيء رسالة ثانية في التوعية في أنه خليوا الرمال الشرقية ولا مثل ما أقولها الرمال الذهبية نظيفة وجميلة. نعم. يعني نلاحظ أستاذ أحمد بأنه بجانب الهدف السياحي هناك هدف توعوي أيضا من خلال ما ذكر أستاذ أحمد أو الرحالة أحمد في حديثه. هناك فعاليات مصاحبة لهذه الرحلة. نعم. نتحدث نوضحها للمشاهد الكريم. نعم. مثل ما أشار الرحالة أحمد المحروقي بأن القافلة لهذا العام أخذت الجانب التوعوي في موسمها الأول أخذت الجانب السياحي بشكل بحت في هذا النسخة منها أخذت الجانب التوعوي بالشراكة مع شركة بيئة حيث كانت هناك رسالة موجهة للزوار والسواح وأهالي المنطقة من خلال توجيههم وإرشادهم وتوعيتهم بسلبيات وإضرار رمي المخلفات البلاستيكية تحديدا وتأثيرها على حيواناتهم سواء الإبل أو الحيوانات الأخرى بخصوص الأنشطة المصاحبة للقافلة طبعا القافلة شهدت فعاليات ثرية في كل محطة تزورها القافلة طبعا احنا ابتدينا من مخيم العريش وكانت هناك حفل استقبال للقافلة من قبل إدارة المخيم بالفنون الشعبية إضافة إلى الأمسية الليلية المصاحبة إضافة إلى بعض الجوانب التوعوية التي قدمتها شركة بيئة للأخوان سواء من الزوار أو السواح أو القاطنين من أهل المنطقة في يومها الثاني طبعا اتجهت القافلة إلى وسط الرمال حيث خيمت في الرمال وطبعا أقيمت الخيمة البدوية وشملت الجانب التراثي البدوي القديم من المأكولات البدوية والقهوة العمانية إضافة إلى بعض الألعاب الشعبية القديمة المتعارف عليها عند أهل البادية في يومها الثالث طبعا اتجهت عبر الرمال إلى مخيم سماء الواصل وكذلك أقيم لها حفل استقبال وأقيم لها أمسية شعرية مصاحبة وتم استضافتها من قبل الأهالي في المنطقة طبعا وفي يومها الأخير هو اليوم الرابع طبعا اختتمت في مخيم ليالي الصحراء وكذلك أقيمت لها فعاليات أخرى مصاحبة وأقيمت كذلك أمسية مصاحبة توعوية للجمهور. يعني نشاهد أن هناك تنوع في البرنامج الخاص بهذه الرحلة. يعني الرحالة أحمد هناك من يستصعب اليوم يعني هذه الصنعة صنعة الرحالة ويعتبروا بأنه لها زمانها وانتهى. اليوم أنتم كرحالة عمانيين بالخصوص كيف تحاولون أن تنشرون هذه الثقافة؟ نحاول ننشر ذي الثقافة. طبعا رحلة مالي الأولى كانت رسالة مالها الصبر للشباب. نعم. لأنه الحين الشباب اتجه إلى السيارات. راكب سيارة مشغل مكيف مشغل موسيقى وكل شيء ما نفكر في أي شيء. بس المسافة الذي كان يأخذوها أهلنا هي 4 أيام إلى 5 أيام اليوم نحن نأخذها في ساعة صحيح ونص وأنت مرتاح لكل شيء. فكانت رسالتي الصبر في السواقة جميل والاهتمام بك. الرسالة جت أول شيء كيف أهلنا كانوا يغادروا بالمال كيف نستشعر ذلك الزمان وكيف هذه. فوجدت الانطباع الذي بعد ما مشينا هذه الشباب الذي ما واحد على الترحال يحبوا يجي يرمصوا عنده
وسألوا عن الترحال وكل شيء. نعم. ففي جميل. في إعطاء رسالة للشباب والحمد لله ناجحة هذه الرسالة. الحمد لله. وحتى لما أمشي مع الخميس والجمعة لما أكون في البلد أدم أمشي أنا ببوش مالي وبحصل أولادها الصغار مشوا وراء القافلة بنزل جميل. من القافلة وبمشي معاهم. صحيح. للأولاد. والدليل يعني ما شاء الله اليوم الحفل الختام يعني كان خير دليل وبرهان على أنه صدى هذه النسخة وصلت للمعنيين والمهتمين بهذا المجال. يعني أستاذ محمد أحمد نتكلم معك عن حفل الختام، كيف كان البرنامج الحفل؟ طبعا حفل الختام القافلة كان تحت رعاية سعادة الوكيلة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة. طبعا قبل بيوم وصلت القافلة وأقيمة الخيمة المصاحبة أمام مبنى وزارة السياحة بوجود الرحالة جميعا ورمصنا معهم بالأمس جلسة سمار ونار ومن الأجواء القديمة مثل ما يقولون البوش وسط ما بين العمارات مثل ما يقولون، فكان جو جدا جميل. طبعا اليوم أقيم حفل استقبال القافلة في ديوان عام الوزارة، تضمن استقبال القافلة من قبل سعادة الوكيلة والضيوف الكرام. بعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب إطلالة على قافلة حداء الصحراء للمصور فيصل العوفي المصور الخاص للقافلة وأحد اكتشافات القافلة في هذه النسخة. إضافة إلى ذلك تم اكتشاف نفس الحالة الرحال الصغير منعم بن حمود النهدي أحد الأجيال الناشئة التي شاركت في النسخة الأولى للقافلة وكذلك في النسخة الثانية، وتضمن عرض مرئي للقافلة ومسارها لمدة 3 أيام متتالية. طبعا القافلة أختي العزيزة هتيهي بتنظيم من مجلة عالم الهجن، وهي أحد مبادرات وأفكار مجلة عالم الهجن في تطوير مجال الهجن ورفض الجوانب الأخرى المعنية بقطاع الهجن. فالهجن طبعا أيقونة سياحية متكاملة ممكن أن تستغل، والأخوان جزاهم الله خير في وزارة السياحة كان لهم اهتمام في هذا الجانب وتواصلوا معنا وكان توجيههم جدا طيب من خلال متابعة هذه القافلة ومشاركة الأخوان الرحالة والشركات الراعية، كافة لهم الشكر والتقدير. نعم، يعني 3 أيام في رمال الشرقية الرحالة أحمد، إيش التحديات والصعوبات اللي تواجهكم؟ هل مرة حصلنا صعوبات المطر؟ المطر والقافلة أيوة. رايحين في نفس الفترة تبع الجو في نفس الفترة، وهذا كان تحدي كبير. صحيح أنا بروح لمالي 2016 لما رحت من صور إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واجهتني صعوبة في الأمطار اللي ضربتني في شناص وتوقفت 24 ساعة، بس هذه المرة تحدي في الرمال. في الرمال لما تضرب مطر ما تشوفها، المياه تشربها الرمول. كيف واجهتوا هذا التحدي؟ مشينا ونحن مبتلين في بثيابنا وكل شيء، ولا في مشينا هي النسخة الأولى. ما في أنت تلبس شيء بلاستيك ولا مظلة عشان تحتمي نفسك، أنت موجود فوق بعيرك وأنت ماشي والمطر يضرب. فكان التحدي حلو. وما كان ماخذين احتياطاتكم معاكم؟ الاحتياطات نحن ما نريد ناخذ احتياطات، نريد نجرب التجربة الذي التحدي الذي كانوا مشوا فيها أهالينا. فهذه واحدة من التحدي. صحيح أنه كانوا أهالينا يستخدموا الجاعد الذي نحن نفرشه، الجاعد الحيواني، ويحطوه فوق رؤوسهم ويقلبوا، يعني الشعر يكون داخل والجلد يكون برا والماء يسكب على برا. كان هذه من ضمن التحديات التي كانوا يستخدموها أجدادنا. فهذه استخدمناها في الرحلة ونجحت. إنزين، وحتى اليوم جالسين نحن نسولف أنا وحمود النهدي أنه كانوا ما عندهم صحون يفرشوا القاعد تحت ويحطوا العيش ويأكلوه، قلنا خلينا نجربها اليوم. رحالة أحمد، أنت متى بدأت هذا؟ 2014 بدأت في الرحالة يعني؟ أيوة، قطعت رمول الشرقية إلى شنة، من شنة إلى أدم، من أدم إلى عبري، من عبري إلى رستاق، من رستاق إلى بركة وكرموني هناك. 2015 طلعت من مسقط العامرة إلى صلالة. لكن أتوقع أنك يعني عشت هذه التفاصيل المختلفة وأنا في صغري، وأنا في صغري عشتها.
عشتها هنا. ولكن بشكل رسمي من خلال الرحلات نقول 2014 البداية. اليوم دوركم كمجلة مختصة معنية بهذا المجال أستاذ أحمد، كيف تهتمون بهذا المجال أيضا بنقول يعني نشر هذه الثقافة بين شبابنا اليوم؟ نعم، يعتبر موروث بكل تأكيد، أكيد موروث أكيد تراثي. أكيد طبعا المجلة منذ تأسيسها بعام 2014 المجلة طبعا تسعى دائما إلى توثيق وتسليط الضوء على الموروث العماني الأصيل المعني بقطاع الهجن تحديدا من سباقات ومن أنشطة تراثية وثقافية معنية بالمجال، وكذلك رصد إنجازات الهجنة العمانية في مختلف المحافل المحلية والخليجية كذلك. وطبعا المجلة لها دور في عدد من المبادرات المعنية في قطاعات مختلفة، طبعا مثل ما أنتم الحين يعني تابعتم قافلة حداء الصحراء، هذه تعتبر من القوافل التراثية الثقافية السياحية. إضافة إلى ذلك إن شاء الله سيكون لدينا في شهر يناير القادم أول ندوة علمية لعلوم الإبل معنية بالجانب العلمي والبحثي والأكاديمي في جامعة السلطان قابوس، فإثراء الجانب هذا يعني مطلوب ويجب إثراءه. ونحن اليوم كذلك يعني من محاسن الصدف أن نحتفل بختام القافلة، ويصلنا أخبار طيبة من دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز أحد الهجنة العمانية بسيف سن الإذاع، سيف الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم للمضمر منصور بن ناصر الجنيبي، فهذا يضاف إلى إنجازات الهجنة العمانية، فنقدم من هنا تهانينا لهم والناموس. وكذلك المضمر حمد بن محمد الوهيبي الحاصل على سيف الحول المهجنات في جائزة زائد الكبرى، فالهجنة العمانية دائما مستمرة بالإنجاز وتحقيق الناموس المستمر في ساحة سباقات الهجن. نبارك لهم هذا الإنجاز إلى إنجازات قادمة بإذن الله. أنا أعود إليك الرحالة أحمد في سؤال آخر، ما شاء الله أنت يعني شاركت في رحلات مختلفة، نقول جبت محافظات السلطنة على ظهر الإبل، ما أصعب موقف مر بك في هذه الرحلة تتذكر؟ الرحلة الذي رحت من صور إلى شناص، من شناص إلى إيش كان الموقف؟ الأمطار كانت شديدة وحتى مرض فيها، توقفنا 24 ساعة ترحال بسبب الأمطار، وكنا جالسين على تربال بلاستيكي ومغطين نفسنا إلين خلص الأمطار. هذه في شناص كانت أصعب شيء الذي مرت في حياتي فيه. كم شخص كنتوا في هذه الرحلة؟ طبعا الترحال أنا وحدي أرتحل في قافلة حداء الصحراء. في حداء الصحراء هذه المرة كانت مميزة. هذه المرة 2017 كانت مميزة لأنه كان فيها رجال وفيها نساء وما شاء الله يعني كنت تمثلها بأول لما كنا مرتحلين سنة 61 أنا وأمي وخواتي في الرحلة والعائلة مثلتها بأدرس الشيء إنه كان رجال ركبين الإبل. أيوة. في نساء ركبات الإبل وكل هذه المسافة. نعم. يعني كانت مميزة بهذه الناحية. كانت حلوة هالسنة. يعني رحالة أحمد لما تعزموا تروحوا رحلة مثل هذه الرحلة قافلة حداء الصحراء، نقول إيش الاحتياجات اللي لابد تكون متواجدة في هذا الموكب الراحل أو في هذه القافلة؟ الأشياء اليابسة مثل المواد الغذائية، نوعية المواد اللي تأخذونها، السمك مجفف، اللحم المجفف، الماي، طبعا الماي تشرب من سعن، لكن الحين الحمد لله الأمور متوفرة بأشياء جديدة. نعم، ماذا بالنسبة للجمال للإبل؟ الإبل نحن نأخذها 3-4 أيام بدون ماي. بدون ماي. بدون ماي. إلى نوصل المورد. إلى نوصل المورد الماي. فكانت السنة تحدي في تحدي، كان لما طلعنا من الخيمة البدوية لازمنا نمشي 9 كيلومتر عشان نروح للمورد الماء عشان نسقي بوشنا. احنا كسؤال كذا يمكن خارج الموضوع، لكن نريد نعرف ايش الابل من مواد غذائيه يحتاجها غير الماء؟ غير الماء يحتاج الى حشائش، طعام، برايد مثل ما ناديوها تو. أيوة. بس هذه انعدمت في هذه الرحله،
نعم. لأن ليش نحن بدون ماء ثلاث أيام بدون ماء الأكل كان صحيح متوفر لكن كنا نعطيهم بأشياء قليلة لأنه لكن مجلة عالم الهيجن ما مقصرة في هذا الشيء. أيوة. كانت موفرة كل حاجة. جميل. لكن نحن كنا كرحالة لازم نعود بوشنا. أيوة. أن يستحمل شوية. جميل. فهمت. فكانت الرحلة مستمرة وماشية. المورد المائي يوم الثاني يوم رحنا نتبع المورد الذي هو جفر نادي جفر. نعم. تبعناه 7 كيلومتر عشان بس نسقي بوشنا. وطبعا هنا صحيح الرحالة الثانيين ما موجودين مثل حمود النهدي وعامر الويبي ومحمد الزجاري. جميل. حمود النهدي عنده رحلة تو حاليا بيمشي فيها الذي هو تاريخ 15. نعم. من السنة الجديدة الذي بياخذها من إبرة إلى صور إلى جميل هذا إلى الحراك يعني إلى جميل إلى مصيرة. جميل. حاليا يتجهز فيها وحتى كان جيته هنا قلنا له لا تعال وانت بتجهز نفسك في هذا وجيب الماء يعني من نسخة إلى أخرى. من نسخة إلى أخرى بالضبط. جميل. من نسخة إلى أخرى إيش التجديد اللي تحاول تضيفونه حتى في عدد الرحالة لو نقارن بين حذاء الصحراء قافلة الصحراء من النسخة الأولى إلى النسخة الثانية أكيد في اختلافات. أكيد مثل ما شار الرحالة أحمد المحروقي فأول شيء الفكرة كل مرة تأخذ جانب معين. نعم. مثل ما أشرت لك سابقا الجانب السياحي السنة هذه أخذنا الجانب التوعوي أشركنا المؤسسات التعليمية معنا طبعا اشتركوا معنا الإخوان في من جامعة السلطان قابوس من مركز. نعم. الإرشاد الطلابي وكذلك الموظفين من شركة بيئة وعاشوا التجربة هذه. نعم. إضافة إلى ذلك نحاول أن نجدد في رسائلنا سواء المختلفة من الجانب الثقافي. نعم. من الجانب التاريخي من الجانب الحضاري. كل التوفيق لكم. آمين إن شاء الله. بارك الله جهودكم. سعدنا اليوم بوجودكم في برنامج من عمان. شكرا جزيلا أحمد بن ناصر الجنيبي المحرر العام لمجلة عالم الهجن ورئيس قافلة حذاء الصحراء. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا. الشكر موصول أيضا مشاهدينا للرحالة أحمد بن حارب المحروقي. كل الشكر لك أحمد. جزاك الله خير. أنتم جاي نتواصل معكم بعد الفاصل إلى متابعات أخرى أكثر إشراقا وعطاء. ابقوا معنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. مجلس الدولة يقر دراسة حول إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم ويحيلها لمجلس الوزراء. اعتماد أكثر من 20,000 قطعة أرض متعددة الاستخدامات في مختلف محافظات السلطنة. مهرجان المسرح العماني السابع يختتم فعالياته وفرقة تواصل تفوز بأفضل عرض مسرحي متكامل. 18 من الشهر المقبل موعد لانطلاق مهرجان مسقط ونصف مصروفات المهرجان تغطيها إيراداته. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 600 فلسطيني منذ بدء احتجاجات القدس. روسيا تبدي استعدادها للوساطة في محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. ووفاة أكثر من 230 شخصا جراء العاصفة المدارية التي اجتاحت جنوب الفلبين. نهاية العناوين مشاهدينا نلتقيكم تمام 10 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
نتواصل معكم مشاهدينا في محطة أخرى في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، جهود حديثة تبذلها السلطنة في مجال حماية البيئة من مخاطر النشاط الإشعاعي، تفاصيل مختلفة حول دراسة ماجستير حول هذا الموضوع، حول بالتحديد النشاط الإشعاعي في السلطنة تعرف عليها من خلال ضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذ سالم بن سيف الكيمياني مشرف فيزياء وباحث في الفيزياء. أهلا بك أستاذ سالم. أهلا وسهلا، حياك الله في برنامج من عمان. أيضا مشاهدين نرحب بأمل بنت عبد الله الحرملية باحثة في الفيزياء. أهلا بك أمل. شكرا أستاذ بيان، حياك الله في برنامج من عمان. شكرا. يعني دراسة حول النشاط الإشعاعي. نعم. أستاذ أمل، بداية نعرف المشاهد بفكرة هذه الدراسة وقبل ذلك مفهوم النشاط الإشعاعي بالتحديد. جميل. ماذا نعني بهذا النشاط؟ طبعا أول ما يتبادر المشاهد الكريم لفظ أو مصطلح النشاط الإشعاعي راح تجد أنه الأكثرية أو الأغلبية يعتقدوا أنه هو مصطلح خطير. صحيح. يجب النفور أو الهرب منه. نعم. لكن النشاط الإشعاعي هو ظاهرة طبيعية جدا. نعم. وجدت منذ خلقت الأرض وستبقى هذه الظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فهي الفكرة أنه في عناصر كيميائية موجودة في الطبيعة. هذه العناصر الكيميائية غير مستقرة، فلعدم استقرارها تبحث عن حالة استقرار عن طريق الانحلال. يعني العنصر هذا يبدأ ينقسم إلى جزيئات أو مكونات أصغر منه حتى يصل إلى حالة الاستقرار. في أثناء حدوث هذه العملية أو حدوث الانشطار ينتج طاقة كبيرة، ممكن هذه الطاقة أنها يستفاد منها. طبعا إيش أي العناصر ممكن أن نقول عنها أنها مشعة؟ هي غالبا اللي يكون كتلتها عالية جدا أو ثقيلة، أو نقول أنه فيها عدد كبير جدا من البروتينات والنيوترونات. فهي نفس الفكرة، فكرة المفاعلات النووية، انه يستخدموا هذه العناصر المشعه، الطاقه اللي تنتج منها تستخدم في توليد الكهرباء للاغراض السلميه. طبعا كيف جاءتنا الفكره؟ سلطنه عمان دوله لها موقع استراتيجي مهم جدا في الخارطه العالميه قديما وحديثا. ونحن نعرف ان سلطنه لديها اهداف او مشاريع طموحه جدا في مجال التجاره، في مجال الاقتصاد. نستطيع القول انه لدينا موانئ الان تستطيع منافسه موانئ عالميه اخرى. فإذا نحن محطات عبور لتبادل تجاري، تبادل اقتصادي ومشاريع أخرى. فهذا الموقع المهم لسلطنة عمان وكونها نفق عبور أو حلقة عبور بين قارات العالم والمحطات المختلفة التجارية يجعل موقعها مهم جدا. فنحن بحاجة إلى أن نعمل ما يشبه خارطة إشعاعية أو قاعدة بيانات نستطيع من خلال معرفة كم نسب تركيز النشاط الإشعاعي معنا في السلطنة، حتى نستطيع بعد سنوات أن نقوم بقياس. نعم. التراكيز مرة أخرى ونقارنها لاحقا. فالنشاط الإشعاعي هو قد يكون طبيعي وقد يكون صناعي. طبعا الصناعي هو أنشطة بشرية. نعم. من صناعة البشر أنفسهم. الطبيعي مثل ما قلنا هو وجد منذ وجود كوكب الأرض ولا خوف منه، لكن إذا زالت تراكيزه كما في بعض الشواطئ والمناطق في العالم تجد أن نسبة التراكيز عالية جدا، فهنا تكون في خطورة خصوصا إذا كان في تجمعات سكانية وأنشطة بشرية. جميل. فيجب تنبيه السكان لمغادرة منطقة مثلا. أنا يعني أستشف من حديثك أن وجود النشاط الإشعاعي هو شيء طبيعي. نعم، هو أمر طبيعي جدا. إذا كان في حد معين. هي موجود حتى في أجسامنا. يعني ولكن في أجسامنا. إن زاد عن حد معين. نعم. نسبة معينة. بالضبط. يعني قد يعود بصاحبه أو ببلده. يؤثر على الصحة العامة والأنشطة المختلفة. نعم. صحيح. جميل. أنا أنتقل لمحور آخر، استخدامات هذه المصادر أستاذ. نعم. سالم. نعم. في ماذا يتم استخدامها؟ هو الحقيقة أنه واحد من ضمن مميزات الأنوية المشعة أنه يلها عمر نص محدد وثابت، وبالتالي هذه الميزة يعني ممكن تتبعها عبر الزمن، وبالتالي يعني هذا يعني ممكن تتبع الأنوية المشعة بذاتها عبر الزمن، وممكن كذلك تتبع ماذا يحدث بعد سنوات مثلا التراكيز هذه الأنوية المشعة. فمن ضمن التطبيقات ممكن أنه تتبع حركة هذه الأنوية داخل السلاسل الغذائية مثلا، ممكن من ضمن التطبيقات ممكن يعني مثل ما أشارت الأستاذة أمل أنه ليس بالضرورة أن احنا ننظر لجانب المخاطر أو ممكن احنا ننظر إلى الجانب الآخر، التطبيقات الأخرى مثلا. كثير من التاريخ الطبيعي في سلطنة عمان تم إثباته من خلال التاريخ بالكربون، استخدام مثلا كربون 14 في التاريخ الطبيعي او في اثبات تقدير عمر بعض التحف، عمر الكهوف في سلطنه عمان مثلا.
فكثير من التطبيقات في هذه الناحية ممكنة يعني. وبالتالي التركيز في الجانب البحثي في هذا المجال يعني مجال كبير وواسع. صحيح. أخذ دراسة الحين في 2017 كان نشر حول استخدام اللي هو نظير الأكسجين اللي هو نظائر الأكسجين 16 17 18 هذه النسب بين الأكسجين يعني بدراسة النيازك التي سقطت في سلطنة عمان يعني تم إثبات أنه في حدود 17 نيزك. هذه نيازك مريخية. وبالتالي يعني هذا يعتبر ضمن التاريخ الوطني العماني يعني 17 نيزك من ضمن 137 نيزك حول العالم يعني. وبالتالي احنا في هذه الناحية يعني احنا نقول انه الجانب البحثي في الأنوية المشعة ممكن ان يكون له اكثر ممكن ننظر اليه من اكثر من زاوية. زاوية التقييم اللي هو الأنشطة وتقييم الجانب المخاطر. النقطة الثانية اللي هو البحوث العلمية ممكن يكون في الجانب البحثي في المختبرات. فمثلا في كثير من الاستقصاءات داخل المختبرات يعني من الصعب استقصاءها إلا عن طريق تتبعها بالأنوية المشعة. فمثلا على سبيل المثال بعض التفاعلات الكيميائية كيف تتم؟ فهذه التفاعلات الكيميائية لابد أن يكون ناخذ يعني نظير معين ويتم تتبع هذا النظير ما الذي يحدث خلال عملية التفاعل الكيميائي. فعلى سبيل المثال مثلا عملية أو طريقة بناء الجرافين مثلا بطريقة تكثيف البخار الكيميائي مثلا هذه من ضمن الدراسات اللي تم استخدام فيها ومن ضمن أحد الدراسات اللي هي رائعة جدا في فهم آلية بناء هذا الجرافين اللي هو طبقة واحدة من ذرة الكربون يعني يستخدمون نظير المشعة كربون 14. فحقيقة مجال كبير جدا بالنسبة للتطبيقات. الشيء الآخر أنه من ضمن التطبيقات عندنا في سلطنة عمان اللي هو الجانب الصحي يعني ممكن استخدامه في مجال علاج الأورام السرطانية مثلا. وشيء جميل نفس الشيء أنه ممكن استخدامه في تشعيع المواد الغذائية مثلا الفواكه. الفواكه تشع بحزمة معينة من الإلكترونات تتراوح بين 5 ميجا إلكترون فولت إلى 10 ميجا إلكترون فولت يتم تعيين الطبقة العليا وبالتالي هذه الطبقة يظل فيها خمول على فترات طويلة من الزمن بحيث أنها لا تتفاعل مع الظروف الخارجية وتصمد هذه الفاكهة لفترة زمنية طويلة. ما يضر هذا الأمر؟ ما في أضرار؟ هو الحقيقة يعني في هذا المجال البحوث العلمية تشير إلى أنه المشاكل التي تأتي قبل نضوج الفاكهة أكبر بكثير من المشاكل التي تأتي من اللي هو تشعيع المواد الغذائية وتشعيع الفواكه. النقطة الثانية ما في إثبات إلى أنه يعني شيء خطر يعني في النهاية. لكن في المقابل نقول أنه المستهلك له الحق أن يتساءل يعني في الجانب الصحة والسلامة في مدى استخدامه لأنه دائما لا يمكن أن أقارن يعني شيء في تدخل صناعي بالشيء الطبيعي. الفاكهة الطبيعية 100% يعني هي أفضل. الشيء الوحيد هنا أنه هي الفكرة أنه عملية تأيين الطبقة العلوية يعني الذرات الموجودة في الطبقة العلوية من المادة الغذائية تعمل عملية تأيين وبالتالي تظل هذه المادة يعني فيها خمول ما في نشاط للتفاعل مع المكونات المحيطة في البيئة بالتالي يعني فترة نقول تلفها يكون أبطأ تكون أبطأ من الوضع العادي. أستاذة أمل في حديث آخر يعني نتحدث عن قاعدة البيانات التابعة لهذه الدراسة إيش تضمنتها هذه القاعدة دقة البيانات اللي وردت أيضا في هذه القاعدة نوضح للمشاهد الكريم. أحسنتي. طبعا بالنسبة لقاعدة البيانات اللي نتحدث عنها نحن كباحثين في قسم الفيزياء وكباحثين أيضا في وزارة البلديات الإقليمية والبيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية نحن نعمل بشكل متكامل نقوم بزيارة محافظات أو مناطق معينة نستهدفها بالدراسة. تركيزنا الحالي هو كان على المناطق الشمالية من سلطنة عمان لسبب أن هي الأكثر اكتظاظا بالسكان الأكثر نشاطا زراعيا وأيضا من ناحية الأنشطة اللي هي الحيوانية المواشي والرعي وهكذا. نعم. فاستهدفت المناطق الشمالية
استهدفنا مناطق معينة بحيث أنه جمعنا منها عينات من التربة مثلا والماء والعشب وحضناها للمختبر. بعد عمليات تجفيف معينة وتخزين لفترة معينة نستطيع القول 4 أسابيع يعني شهر على الأقل. قمنا بعد ذلك باستخدام جهاز اسمه هاي بيورتي جرمانيوم ديتكتر أو كاشف جرمانيوم عالي النقاوة. طبعا هذا الجهاز هو الأكثر دقة لأسباب علمية قد لا نتطرق لها الآن، لكن السبب الأهم أنه عند الكشف عن العينة نحن نضعها داخل درع واقي من الرصاص، فهذا الدرع يمنع إذا كان في إشعاع داخل العينة يمنع من التسرب إلى الخارج، وأيضا يمنع دخول أي تسربات من الخارج إلى داخل العينة، وبالتالي القراءة التي سنحصل عليها ستكون عالية الدقة. نستطيع بعد ذلك أن نسجل هذه البيانات لدينا. لدينا طموح وحلم أنه المشروع هذا ينتقل على يد باحثين آخرين إلى مناطق أخرى من السلطنة. تشمل جميع مناطق السلطنة للخروج في النهاية إلى خريطة متكاملة تضم جميع مناطق السلطنة. وعليها قيم تراكيز الإشعاع التي نريد أن نصل إليها. يعني أستاذ سالم، ذكرت أستاذة أمل بأنه تم التركيز على المناطق الشمالية لأسباب ذكرتها. ماذا عن العينة تقريبا؟ هو بالنسبة للعينات يعني تم أخذ مثل ما أشارت اللي هي المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، لأنه في النهاية هو تقييم مخاطر. والشيء الآخر هو إنشاء قاعدة بيانات للمستقبل، ماذا سيحدث يعني فيما بعد. وبالتالي يعني هذا كان الشيئين أساسيين في اختيار المناطق، أو يعني المناطق اللي هي بعيدة عن السكان، المناطق النائية، يعني لم نعطيها الأولوية في اختيار العينات. فإلى حد الآن يعني تم دراسة يعني كثير من المحافظات الشمالية، تم دراسة محافظة مسندم، تم كذلك اللي هو محافظة اللبريمي، الشمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة الشرقية كذلك، وكذلك ابتدأ الحين المشروع كذلك في الشرقية. كذلك تم تخصيص دراسة متخصصة في حوض المسرات. والحمد لله يعني كيف لاحظتم تركيز هذه النسب؟ كيف لاحظتم تركيز نسب النشاط الإشعاعي؟ بالنسبة للقيم التي حصلنا عليها كانت القيم في، طبعا احنا عندنا قيم آمنة حصلنا عليها من منظمة يونسكار، هذه طبعا منظمة عالية عالمية معنية بالآثار البيئية للتلوث الإشعاعي. ففي دراساتنا احنا كباحثين في قسم الفيزياء وصلنا إلى قيم معينة ثم قارناها بالقيم العالمية الآمنة أو المسموحة. إلى حد الآن سواء بالنسبة للعناصر المشعة الطبيعية أو تلك الصناعية وجدناها الحمد لله أقل من القيم الآمنة. يعني ما عندنا خطورة حقيقية. إيش العوامل اللي تؤثر على هذا التركيز أستاذة؟ طبعا احنا نعرف أنه جغرافية سلطنة عمان السبب الرئيسي هو الجغرافيا أو الجيولوجيا، الموقع نفسه، لأنه اللي يحدد تركيز الإشعاع هي التربة نفسها والصخور نفسها. جميل. فنجد مثلا في المناطق الشمالية من سلطنة عمان، هذا الميزة من خلال بحثنا كفيزيائيين أنه دخلنا في الجيولوجيا شوية، وجدنا أن المناطق الشمالية فيها نوع من أنواع الصخور منتشر بكثرة عندنا في المناطق الشمالية اللي هو صخور الأفيولايت. وصخور الأفيولايت هي صخور نارية، وتتميز الصخور النارية بأنها لديها تراكيز نشاط إشعاعي أعلى من الصخور الرسوبية. فلذلك حتى في مقارنة بسيطة بين البحوث اللي أجريناها على هذه المناطق ومناطق أخرى فيها صخور رسوبية وجدنا التراكيز أعلى. طبعاً إيش العوامل اللي ممكن تؤثر على اختلاف التركيز حتى في نفس المساحة الجغرافية الصغيرة أو الضيقة؟ رح نجد أنه في مثلاً عواصف رملية تهب في منطقة شبه الجزيرة العربية، وعوامل كثيرة من عوامل التعرية والتجوية، حتى اللي هي يعني انجراف الوديان بعد سقوط الأمطار الغزير. فهذه عوامل التعرية والتجوية تؤدي إلى جرف الطبقة السطحية من التربة، وهذا يؤدي إلى اختلاف في تراكيز الإشعاع. هذا السبب. السبب الآخر أنه نحن لو جينا ننظر إلى جغرافية أو جيوغرافية الجزء الشمالي من السلطنة، رح نجد أنه في عندنا نطاقين عريضين عظميين، الأول هو ساحل الباطنة والآخر جبال الحجر. وبين هذين الاثنين تحدث الكثير من عمليات التعرية والتجوية التي ممكن أن تؤثر على تراكيز هذه العناصر الموجودة في التربة، وتختلف حتى بعد موسم هطول مطر. لو جينا قبل موسم الهطول نحسب التراكيز وبعد موسم الهطول راح نتج ان النتائج مختلفه. يعني هذا بالنسبه للعوامل الطبيعيه. استاذ سالم، كيف ممكن انه الانسان يؤثر ايضا في المياه في التربه
نقول في النباتات أيضا، وإيش البدائل الممكنة يعني في هذا؟ هو مثل ما ذكرت بأنه التراكيز هذه الأنوية المشعة تختلف من مكان إلى مكان آخر. نعم. وبالتالي تدخل يعني هنا تأثير الأنشطة البشرية يكون تأثير مباشر على التراكيز هذه الأنوية المشعة. فمثلا نقل التربة من مكان إلى مكان هذا بالفعل أنه يغير. الشيء الآخر الحفريات المنشآت هذه تغير من تراكيز. نعم. استيراد المواد من خارج البلد والتصدير هذه تغير في بالنسبة للتراكيز الطبيعية الموجودة في السلطنة. لما نأخذ مثلا مثال على التربة الزراعية، المتوسط العالمي للتربة الزراعية تحتوي على 1 كيلوغرام من التربة الزراعية يحتوي على 400 بكرل. نعم. وبالتالي لما أنظرنا إلى هذه التربة بمعنى آخر أنه إذا نقلت هذه التربة من مكان إلى مكان آخر مثلا، إذا أنا أكون غيرت يعني مثلا لما أخذ التربة اللي هي الرملية. نعم. بالفعل أنه هناك فارق بين التربة الرملية أو التربة اللي هي الزراعية. التربة الرملية تحتوي أقل نسبة أقل من مثلا نظير البوتاسيوم 40. نعم. فلذلك لما أنقل التربة من مكان إلى مكان آخر هذا يغير في عملية التراكيز. الشيء الآخر مثلا لما ننظر إلى الأسمدة مثلا، الأسمدة التي توضع في الأراضي الزراعية كثير من الأسمدة الحين مستوردة من الخارج. هذه الأسمدة المستوردة هي في معظمها بين الفوسفات وما يسمى بالNPK التي تحتوي على النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم يوجد نسبة كبيرة من نظير البوتاسيوم 40 هو النظير اللي هو يعتبر غير مستقر، والنظير هذا نظير مشع. المتوسطات العالمية تشير إلى أن بعض الأسمدة التي تستخدم للزراعة المتوسط فيها تقريبا 4800 بكرل لكل 1 كيلوغرام. فالآن لما أجي أقارن بين التربة الطبيعية كمتوسط عالمي 400، ولما أنظر إلى الأسمدة التي تضاف إلى التربة 4800 إلى في حدود 4 أضعاف إلى أو 11 ضعف، فهذا يعني بمعنى آخر يعني يغير في النهاية، يغير من نسبة أو تراكيز الأنوية المشعة الموجودة في التربة. ما أقوله هنا أنه طبعا بالفعل أنه هذا هي الأسمدة هي آمنة من حيث الاشتراطات الدولية، يعني هذه آمنة ومرخصة ومفحوصة وإلى آخره. لكن هناك أسئلة أخرى، ماذا بعد 5 سنوات؟ ماذا بعد 10 سنوات؟ ماذا بعد 20 سنة؟ إذا كنا احنا من أول ما رمينا هذا أو أول ما وضعنا هذا السماد على التربة هو غير في التركيز بالفعل. أنه هناك عمليات مثل عمليات اللي هو الذوبانية وغيره. هذه الأمور يعني تؤثر في هذه التراكيز. جميل. في ختام هذا الحديث يعني أنا أستاذة أمل تلخصي لنا ماذا خرجتم بهذه الدراسة من استنتاجات مختلفة؟ طبعا مثل ما قلنا في حديثنا السابق أنه نحن الهدف الرئيسي كان توفير بيئة آمنة في مجتمعنا. جهودنا هذه أضيفت لجهود أيضا وزارة البيئة والشؤون المناخية. نحن نعرف أن سلطنة عمان انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2008. أيضا وزارة البيئة والشؤون المناخية افتتحت دائرة الحماية من الإشعاع سنة 2011. فسعينا إلى الوصول إلى بيئة إشعاعية آمنة لهذا الجيل والجيل القادم جعلنا نحفظ الخطى في مثل هذه المشروع. لذلك في مثل هذا المشروع لذلك نحن نحلم بأن يعني بعض الباحثين آخرين أيضا من الفيزيائيين يكملوا هذا المسعى يعني. فما خرجنا به من خلال عملنا أنه النشاط الإشعاعي الطبيعي والصناعي عندنا في سلطنة عمان مقارنة بالقيم العالمية المسموحة هي لا زالت أقل من القيم العالمية. لكن مثل ما ذكر أستاذ سالم إحنا جالسين نتكلم عن عنصر مشع، العنصر المشع يواصل انحلاله. فقد نضع عينة بسيطة من الأسمدة أو مثلا في نقاطنا يعني مثلا نستهين فيها اللي هي مثلا هل هناك فرق لما يكون موصل البيت بماي بشكل مباشر للحنفيات أو يكون في خزان؟ نعم في فرق حتى في هذه النقطة. فلما يكون مثلا عندك خزان في البيت يفضل أن يكون في فتحة تهوية داخل الخزان. لماذا؟ لأنه في عناصر مشعة غازية مثل غاز الرادون، فغاز الرادون هذا يتواجد في المياه. فلما تضع فتحة داخل الخزان أنت تسمح بخروجه وهكذا يعني تعطي بيتك أو أسرتك مساحة أكبر من الأمان. فنحن في النهاية يعني خرجنا بتوصيات أنه يجب على الجميع أن يتكاتف لتحقيق هذا الحلم، أن يكون لدينا خارطة إشعاعية لجميع السلطنة، وخاصة أن دول الشرق الأوسط الآن كلها لديها
المساعي السلمية لامتلاك مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء عوضا عن الوقود الأحفوري. جميل. كل التوفيق لكم في مسعاكم يعني. شكرا جزيلا. كل التوفيق لكم. شكرا على وجودكم اليوم سالم بن سالم بن سيف الكيمياني مشرف فيزياء وأيضا باحث في هذه الدراسة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الشكر موصول أيضا مشاهدينا لأمل بنت عبد الله الحرملية باحثة في الفيزياء. شكرا أمل. شكرا جزيلا بيان. أنتم مشاهدين التواصل معكم في محطات مختلفة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. التقرير القادم حول المؤتمر الصحفي لمعرض عروس عمان ضمن فعاليات مهرجان مسقط لعام 2018. هذه التظاهرة التي راح تبدأ بإذن الله في 18 من يناير القادم. ابقوا معنا. في مشهد يهدف إلى إبراز ملمح من ملامح مهرجان مسقط، أقامت اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط 2018 مؤتمرا صحفيا تكشف فيه عن معرض عروس عمان. الفعالية التي تعد الأبرز ضمن مجموعة الفعاليات المتخصصة والمصاحبة للمهرجان. رعى الفعالية المهندس خالد بن محمد بهرام نائب رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات، حيث أكد على أهمية الحديث قائلا: جاء المؤتمر كاشفا أبرز تفاصيل الحدث الذي يعنى بالفن والأزياء، والذي تتزامن إقامته مع أيام المهرجان الممتد من 18 من يناير حتى 10 من فبراير. والله أعتقد أن الحفل هذا بذل فيه جهد جيد، ويعني طلع بمظهر يعني ممتاز، وطبعا هو ضمن يعني التنسيق اللي تم مع الشركة المنظمة، بحيث أن هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان مسقط اللي كانت في مشاركة لهذه الشركة في المهرجان الماضي 2017، وكانت مشاركتهم جيدة، ودائما هم يسعوا يعني دائما إلى أن إبراز عملهم بطريقة جيدة، ولهذا السبب كان أيضا لهم يعني وجود هذه السنة في مهرجان مسقط 2018 إن شاء الله. مخاطبا رواد الأعمال والمهتمين بمجال تصميم الأزياء، هذا وسيشمل المعرض عروض أزياء يومية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 28 مصمما ومصممة من مختلف أنحاء العالم، يسعون من خلاله إلى الكشف عن آخر المستجدات في عالم الأزياء في عروض أزياء تتماشى مع المواصفات العالمية. نحن هيدا الدورة الثانية اللي حتصير معرض عروس عمان 2018، أول دورة كان بيناير أول السنة ولاقى إقبال جدا ناجح ونجاح جدا باهر، بس نحن السنة هيدي عم نعمل بخطة جديدة ومشينا بخطة جديدة أن يكون معرض عروس عمان هو علامة فارقة أو براند. كما ستتخلل فعاليات معرض عروس عمان والمقامة في مسرح المدينة حفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض فنية وموسيقية بمشاركة نخبة من الفرق المتخصصة. وسيشمل المعرض أيضا مسرحية تحمل رسالة الكوميديا الهادفة من بطولة الفنان طارق العلي، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم المسرح الكويتي. طبعا شركة شرقية لتنظيم المعرض أعدت برنامج حافل لمعرض عروس عمان اللي سيقام إن شاء الله بإذن الله خلال فترة من 24 ل 27 يناير 2018. راح تكون هناك مشاركات كبيرة، حوالي 200 شركة متخصصة بتنظيم الأعراس والحفلات وتجهيز الأعراس من دول عربية وأجنبية. الجدير بالذكر أن المعرض يأتي بإدارة شركة الشرقية لتنظيم المعارض وبدعم عدد من الرعاة الرائدين في مجال الفن وتصميم الأزياء، إضافة إلى وجود 30 وسيلة إعلامية ستقوم بتغطية ونقل تفاصيل الحدث. يا عامرة بالمحبة لكم مشاهدينا، كل من يشاهد برنامجكم من عمان في محطته الأسبوعية من خلال فقرة التصوير الضوئي، كل ثلاثاء نحاول أن نقربكم من زاوية من هذا الفن. اليوم نتحدث بإذن الله عن التصوير الجوي، هو نوع من أنواع التصوير، تفاصيل مختلفة مشاهدينا حول هذا النوع برفقة ضيفي في الدقائق القادمة يوسف بن سعيد الشعيلي مصور ضوئي. أهلا بك يوسف. أهلا وسهلا.
استاذه. حياك الله في برنامج من عمان. يعني بدايه هناك انواع مختلفه للتصوير الضوئي، منها التصوير الجوي. اي نعم. كيف يختلف هذا النوع من التصوير عن باقي انواع التصوير؟ طبعا من المصطلح التصوير الجوي نستخدم فيه معدات أخرى مختلفة تماماً عن التصوير الأرضي. نستخدم الطائرات. نعم. طبعاً الطائرات بدون طيار عشان نصور الصور الجوية. جميل. يعني في استخدامات معينة يعني يشترط فيها أو يجب فيها استخدام هذا النوع من التصوير؟ في بعض الأحيان في أماكن كمصورين ما نقدر نوصل لها. إنزين بس المكان يشدنا احنا كمصورين كمجتمع مصورين مكان مثل ما نقول فنان انزين فنستخدم هذا النوع من التصوير او في بعض الاحيان نريد ننقل الصوره هذه بس بمنظور مختلف تماما صح. من زاويه مختلفه او من زاويه مختلفه غير اعتياديه اكيد جميل. يعني اليوم يوسف عندما يكون عنده تصوير جوي ايش الاستعدادات اللي يستعد لها؟ بدايه كل مهمه تصوير جوي عندي أتأكد من المدة الزمنية اللي أنا رايح لها. أيوة. فأعرف إنه مثلاً لو رايح أصور ساعة أنا مضطر إني أشل بطاريتين على الأقل بحيث إني أكون جاهز إني أصور في هذه الساعة كامل ما أنقطع في النص. أتأكد من معدات الثانية من أي شيء أحتاجه وأنا رايح أصور. وبعدها أقول بسم الله ونروح الرحلة. جميل. يعني في كل تصوير أيضاً يكون هناك أنواع مختلفة من العدسات من الكاميرات. بالنسبة للتصوير الجوي إيش أنواع الكاميرات المستخدمة؟ بالنسبة للتصوير الجوي طبعا في شركات كثيرة تنتج طائرات التصوير الجوي لكن أهمها وأبرزها شركة دي جي آي. نعم. طبعا تنتج عدة أنواع من الطائرات. نبدأ من أصغرها طائرة سبارك. طائرة سبارك تقريبا للرحلات العادية وهذه الأشياء. نعم. بعدها نرفع المستوى شوية إلى طائرة المافيك. طائرة المافيك نفس الشيء طائرة صغيرة ممتازة للأعمال الفنية بس صغيرة يعني للتنقلات وهذه الأشياء. نعم. بعدها يطور شوية تلقى طائرة الفانتوم. الفانتوم تقريبا مثل ما نقول اللي هي المقياسية عندهم. جميل. إنزين كأداء كجودة ك حجم ايضا. انزين بعدها يتطور الى سبارك. لا نعم. استغفر الله سبارك الى اول واحده اول واحده سبارك. اي نعم. صحيح. الانسباير. الانسباير نوعا ما كبيره. الانسباير تختلف عن الثلاث الاوليات هذيلا انه ممكن نبدل عدسات الكاميرا. نعم. ممكن نبدل الكاميرا كامل. وطبعا عن بعد ولا لا 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 ما عن بعد. نجيب الطائره معانا نبدل الكاميرا وممكن نبدل العدسات اللي في الكاميرا. يعني اليوم يمكن حديثك يقودنا لسؤال اخر، موهبه وين تكمن في هذا النوع من التصوير خاصه ان المصور يتحكم بالصوره عن بعد؟ هنا كيف تختلف الصوره من مصور الى اخر؟ طبعا في كل حاجه في كل انواع التصوير الموهبه تكمن تظهر في نظره المصور بالنفس. نعم. فالنظرة الفنية للمصور هي اللي تطلع الصورة قوية أو إنها صورة عادية توثيقية. بالنسبة إلى رؤية يوسف وين يجد التميز؟ والله أنا يعني حالياً من بديت أصور تقريباً أغلب صوري تكون بزاوية 90 درجة. نعم. فأنا أريد أنقل للعالم كيف هذا الشيء اللي إحنا جالسين نمشي فيه كل يوم أو اللي جالسين نشوفه كل يوم من نظرة 90 درجة من فوق. نعم. إنزين. جميل. حتى مثلاً لما أنزل الصورة في حساباتي في تويتر أو في الإنستغرام دائماً يكون الهاشتاج موجود من فوق. نعم. لكن يوسف اليوم في ظروف مختلفة تؤثر على الصورة الجوية صحيح؟ أكيد أكيد. مثل إيش هذه الظروف؟ طبعاً أول شيء المكان اللي أنا بغى أصور فيه لو كان في تجمعات سكانية لو كان في منطقة عسكرية أو لو كان في أي حاجة أنا مستحيل إني أقدر أصور في هذاك المكان. نعم. لأنه في النهاية أنا كمصور لازم أحترم المكان هذا اللي موجود فيه. الحالة الجوية أيضا الحالة الجوية تأثر بشكل كبير. فلو كان مثلا ريح أمطار صحيح. أنا ما أقدر أني أطير الطائرة وأجازف بها. يعني ما شاء الله اليوم نجد شبابنا معطاء في هذا المجال مجال التصوير عامة. بالنسبة للتصوير الجوي كيف تجد انتشاره في السلطنة؟ التصوير الجوي بدأ الحين ينتشر انتشار كبير. كان أول قليل جدا والمصورين الجويين كانوا نقدر نقول ينعدوا بالأصابع بس الحين بدأ ينتشر انتشار كبير جدا وبدأت ثقافة التصوير الجوي تنتشر بين الشباب وفي صور طلعا يعني
صور جميلة جدا، وفي بدأوا يستخدموا التقنيات اللي كنا نستخدمها في التصوير الأرضي بالتصوير الجوي. يعني إيش المحاذير القانونية الشخصية اللي يعني نقول يحرص عليها المصور الجوي؟ طبعا كمصور أو يراعيها بمعنى أصح. أي نعم، كمصور لازم أتحلى بالأخلاق، فأول ما أشوف أنه في تجمع سكاني، في عائلة جالسة، في حاجة، ما أروح أني أتجسس عليهم، ما أطير الطائرة فوقهم. نعم. في منطقة عسكرية، مطارات، في حاجة يعني تأثر على الأمن، أنا نفس الشيء ما أطير، فأراعي هذه النقاط، هذه النقاط البسيطة هي اللي تحدث فارق كبير. تستخدم معالجة رقمية في صورك يوسف؟ أيوة، أستخدم المعالجة الرقمية. المعالجة الرقمية طبعاً أغلب المصورين يستخدموها، لازم يستخدموها، بس أبغى أفرق بين حاجة اسمها تعديل وبين حاجة اسمها معالجة رقمية. إيش الفرق؟ إحنا كمصورين نعالج صورنا رقمياً، نعالج الإضاءة، نعالج بعض الألوان، نعالج يعني الحاجات الفنية في الصورة، ما أن ندخل صور ثانية في الصورة. فواجدين لما يجيوا يشوفوا الصورة يقول لك أنت معدلنها وأنت ركبت فيها أشياء من الخارج، لكن لا، إحنا كمصورين الصورة اللي تشوفوها هي الصورة اللي في الحقيقة، بس عاد حاجات بسيطة كإضاءة، كألوان. نعم. وهذه الأشياء. نعم. يعني بجانب التصوير الجوي أنت أيضا اتجهت إلى أنواع أخرى من التصوير يوسف. أي نعم. وين تجد نفسك أقرب؟ يوسف موجود في حياة الناس. تميل أكثر للتخصصية، يعني أي نعم، التخصص في مجال واحد أو هناك تعدد في الاتجاهات؟ أنا أشجع كل شخص يريد يصور أنه يتخصص في مجال معين، لأنه يعني كرس وقته وجهده عشان يتطور في هذا المجال. نعم. إنزين، فبعد فترة قصيرة بيحصل نفسه أنه جالس يطلع محتوى فني كبير جدا. جميل. يعني وقوي. ليش؟ لأنه تعمق في هذا المجال، درس هذا المجال، ما الدراسة الأكاديمية، الدراسة الفنية. نعم. إنزين، درس هذا المجال، خصص أدواته. صحيح. خصص ميزانيته، فجالس يطلع محتوى فني هو عارف ليش هذا المحتوى. نعم. والأهم من ذلك المعرفة. أكيد. معرفة دائما تعزز الموهبة، يعني موهبة بلا معرفة أكيد موهبة مش بمكانها الصحيح. في ختام هذا الحديث فقط، يعني إحنا شاهدنا بعض الصور خلال حديثنا على الشاشة مشاهدينا، لاحظنا أن هناك تنوع وجماليات مختلفة يحرص عليها يوسف، يعني الصورة من خلال عين يوسف كيف تراها؟ الصورة لازم تكون تنقل رسالة. نعم. مثلا هذه صورة الإفطار انتشرت في رمضان. صحيح. ما عرفت أنه أنت صاحبها، انتشرت كثير ما شاء الله. هذه الصورة صورتها في شهر رمضان. نعم. طبعا كنا مجتمعين شباب العائلة، قلت أستغل اللحظة أصور هذه الصورة. الصورة لاقت استحسان إعلاميين عرب وعالميين كثيرين. فالصورة أهم شيء أنها تنقل رسالة. صحيح. شكرا لك على وجودك اليوم معنا، استمتعنا كثير يوسف. يعني كل التوفيق لك إن شاء الله في هذا المشهد التصوير الضوئي. شكرا لك يوسف بن سعيد الشعيلي، مصور ضوئي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ أنكم استضفتونا اليوم. الله شرف حالنا. واجبنا أن نظهر هذه الوجوه الشابة المبدعة في عمان في مختلف المجالات، سواء كان من خلال فقرة التصوير الضوئي الحاضرة أسبوعية مشاهدينا، أو من خلال فقراتنا المساندة يوميا في برنامجكم من عمان. أيضا من ضمن محطاتنا لحلقة الليلة مشاهدينا، ننقل لكم تفاصيل المسابقة القرائية بمحافظة جنوب الباطنة. هذه المسابقة التي تسعى إلى نشر ثقافة القراءة. تفاصيل مختلفة في التقرير التالي بعدها. عودة للموسم القادم للنادي الثقافي لعام 2018. ابقوا معنا. ولتقرأ الدين أحكاما وموعظة، ولتقرأ الشعر تاريخا مدى الحقب. اقرأ اقرأ ولخص وحلل واستفد وأثن، تثري الحصيلة من فقه ومن أدب. مسابقة قرائية تنظمها تعليمية محافظة جنوب الباطنة بهدف نشر ثقافة القراءة بين الطلبة وصقل قدراتهم وتنميتها في مجال القراءة، وإلى تمكين المتعلم من المهارات الأساسية في القراءة، والتي بلا شك تساعدهم على التفوق في التحصيل الدراسي
من حيث إكسابهم حصيلة لغوية تكرس لديهم حب المطالعة، بما ينعكس إيجابا على زيادة ثقافتهم المعرفية. الكتاب معلم صامت، يعلمنا الكثير من المعلومات والقيم من دون تحدث أو كلام. أكثر مجال قرأت فيه هو مجال الروايات والقصص. القراءة أهمية كبيرة لأنها تصقل مواهب الطلاب وتزيد ثقافتهم. الكتب اللي قريتها 30 كتاب، قريت كتب ثقافية وشيء من الشعر وقصص. نماذج من الطلبة الذين اجتازوا شروط المسابقة بقراءة ما بين 20 إلى 30 كتابا استعرضوا استفادتهم من منادمة الكتاب والنهل من معارفه في كافة العلوم والخبرات الإنسانية، برهنوا أن الكتاب خير جليس وأنهم اعتمدوا على أنفسهم في الرجوع إلى المراجع ومعرفة المصادر وتحديد أغراضهم من القراءة وقيامهم بأنشطة قرائية خاصة بهم. على الكتب اللي قرأت 23 كتاب واستفدت من القراءة إن القراءة غذاء العقل. أنصح زملائي أنهم يكثرون من القراءة. شفت معلومات كثيرة، اكتسبت معلومات كثيرة من القراءة. عدد الكتب التي قرأتها 30 كتاب. 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة احتفي بهم كأنوار مشعة بالعلم والمعرفة. لسان حالهم يردد أن تعدد مشارب المعارف لن تغني عن زاد الكتاب الذي يمثل عصارة تجارب العلماء والمفكرين، فهو بحق الصديق الوفي الذي يعطي بلا مقابل. والقراءة كما يصفها جيل المستقبل بأنها القراءة غذاء الروح. لبرنامج من عمان، عبد الله بن عامر الويهي. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالا متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في محطتنا الأخيرة لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان، الحديث حول احتفال النادي الثقافي بالموسم القادم لعام 2018. يتزامن مشاهدينا يعني تدشين هذا الموسم مع إكمال النادي 35 عاما من تأسيسه. نتحدث بإذن الله بشكل موسع وفياض برفقة الدكتور سعيد بن محمد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي حول هذا التدشين. أهلا بك دكتور سعيد. شكرا بيان على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا يعني للمشاهدين الكرام في يعني هذه الدقائق بإذن الله. يعني بداية نبارك لكم 35 عاما من هذه الإسهامات الثقافية للسلطنة. نعم، هذه الهدية الجميلة من مولانا حضرة صاحب الجلالة عندما أكرمنا بهذا البيت، بيت الثقافة والمثقفين، النادي الثقافي في العام 83. والحمد لله هذا العام نحن نحتفل ب 35 عاما من تأسيس هذا البيت، وهو ليس بيت أيضا مثقفين عمانيين، إنما بيت أيضا مثقفين العرب،
فالنادي الثقافي حقيقة أيضا استضاف قامات عربية كبيرة أمثال نزار قباني، سميح القاسم، محمود درويش، وعدد كبير من المثقفين التقوا في تحت مظلة هذا النادي الثقافي. نعم، نحن مقبلين أيضا على موسم قادم يستضيف أيضا العديد من القامات، سواء كانت العمانية أو نقول الخليجية والعربية وحتى على المستوى العالمي. قبل ما ننتقل للموسم الجديد، نريد أن نقف معك وقفة تأمل وتقييم لما مضى في هذا العام. نعم، حقيقة يعني درجة العادة على أن أيضا نحن نراجع يعني أنفسنا من خلال يعني الإعداد لكل موسم ثقافي. نعم. فكل موسم ثقافي له ميزة معينة نركز يعني عليها. العام الماضي كان أيضا التركيز على الخارج والترجمة للأدب العماني بلغات يعني أجنبية. نعم. فبإذن الله يعني هذه التراجم سوف تصدر وتنشر في كتب بإذن الله في معرض مسقط القادم للكتاب. جميل. بإذن الله سترى النور. وكان أيضا هناك مؤتمر الاستثمار، وهو المؤتمر الكبير الذي يعني قامه النادي الثقافي. نعم. لتنشيط مبدأ صناعة الثقافة والثقافة أيضا الصناعية مع يعني مؤسسات كثيرة في الدولة. جميل. والقطاع الخاص، وخرجنا بتوصيات بإذن الله هذا يعني هذا العام أيضا يعني موسمنا الثقافي يحتوي على عدد كبير من هذه التوصيات. جميل. نعم. لو نقرب المشاهد أكثر من نوعية هذه الفعاليات وتنوعها، أيضا نوعية الفئات المستهدفة في هذه البرامج. نعم. القادمة. نعم، نحن حقيقة غالبا أيضا نحاول أن نرضي جميع أطياف المجتمع يعني الثقافية. نعم. والمجتمع اللي هو يعني. نعم. المتلقي. فلدينا يعني برامج للأطفال، للمرأة، للرجال، للمعوقين، يعني برامج متنوعة. وكذلك يعني الأنواع الثقافية التي يعني يطرحها البرنامج أيضا هي تلبي طموحات المثقفين في السلطنة. فحقيقة الموسم الثقافي يعني يتم بناء من خلال المعطيات أو الملاحظات التي تأتينا إلى مجلس الإدارة، أو من خلال أيضا جلسات العصف الذهني. احنا يعني نحاول أن نجلس مع عدد كبير من المثقفين ونخرج بمجموعة من البرامج والفعاليات والندوات. فيعني افتتاحنا هذا العام بإذن الله تعالى في 2 يناير مع الشاعر فاروق جويدة في أمسية شعرية. هناك أيضا هذا العام هناك أيضا ميزة أن نحن ننشن برنامج للناقد الشاب مع جامعة السلطان قابوس كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بإذن الله تعالى. سيكون يعني حضور الناقد الشاب من خلال مجموعة فعاليات مع الجامعة، وخصوصا طلبة الماجستير والدكتوراه، بحيث نمنح مساحة أكبر لعملية النقد وقراءة يعني الأدب العماني بمختلف أنواعه. لدينا أيضا ملتقى للمونودراما في المسرح، وهذا يعني عدد من الأنشطة أيضا بيان هو عبارة عن شراكات مع مؤسسات كثيرة يعني في المجتمع. جميل. منها يعني مهرجان مسقط، منها دار الأوبرا السلطانية، كذلك جامعة سلطان قابوس، ومركز المعوقين في بدبد. فهناك شراكات حقيقة كثيرة في هذا البرنامج يعني. نعم. أكثر من 50 فعالية على مدار العام. ويعني هذا الموسم الثقافي يعني كان تجربة أو رغبة من المثقفين بحيث يكون هناك خريطة ثقافية. جميل. بحيث لو أحب أي أحد مثلا يشارك في ندوة أو مؤتمر يكون يعني لديه يعني توقيت معين وواضح وثابت. على مدار 3 الأعوام الماضية وصلنا إلى نسبة 90% أن يكون يعني البرنامج الثقافي هو برنامج مستقر. جميل. ومحدد التاريخ بالضبط متى تكون الفعالية. يعني ما يصير تغيير موائمة لنقول الفترة يعني تغيير طفيف وحتى تجديد أو إضافة برنامج في الخطة. نعم، الإضافات هي مجرد استضافات خارجية أو استضافات. نعم. من مؤسسات ثقافية. جميل. أما البرنامج يعني النادي هو واضح. ومباشر. هذا الذي نطبعه ونوزعه للجمهور الكريم. ولكن التغيير ربما يعني في بعض الشخصيات إذا كان هناك مثلا حالة طارئة يعني حدثت، ونحن أيضا دائما نتعامل أمام بشر وطاقات يعني إنسانية. صحيح. ولكن ولله الحمد يعني التنسيق المسبق، طبعا التحضير المسبق للبرنامج. هذا البرنامج نحن عملنا فيه أكثر من 6 أشهر يعني سابقة قبل إصداره، والآن نحن إلى مارس أيضا يعني استقرينا على كل فعاليات جميع. جميل. المدعوين يعني تم تبليغهم فعاليتهم وتوقيتها يعني. هذا الذي نعمل عليه من نوع من التنظيم والتحضير المسبق. جميل. كيف تحاولون إشراك المجتمع في صياغة أيضا أفكار معينة من خلال برامج، يعني من خلال أيضا استقبال التغذية الراجعة في البرامج الحالية؟ نعم نعم، طبعا نستقبل أولا يعني الملاحظات والاقتراحات من جميع فئات المجتمع، وعدد كبير من هذه الفعاليات
يعني تحدث هكذا أو تأتينا، فنحن نجلس مع صاحب المبادرة أو المقترح بعض الأشياء أيضا من خلال مؤتمر الاستثمار الذي يعني أيضا تم يعني تدشينه العام الماضي، فخرج بمجموعة من التوصيات. هذه التوصيات ولله الحمد في هذا البرنامج ترى النور، بحيث أن يعني استكمال لهذا يعني التدشين. أيضا نجلس يعني نعقد يعني جلسات عصف ذهني مع مجموعة من الشخصيات والمتخصصين في بعض يعني البرامج الثقافية، بحيث أيضا نطلع بأفكار يعني جديدة. واحدة من الأفكار مثلا الجديدة هذا العام مثلا الندوة ما زالت إلى الآن هي قيد التحضير عن الإمام جابر بن زيد، ولكن نحاول أن نخرج يعني الإمام جابر بن زيد أيضا ليس مجرد محاضرة أو ندوة علمية، ولكن نخرج يعني نخرج هذه الشخصية بمجموعة من البرامج، منها السينمائية منها الإذاعية من أفكار يعني أيضا من خلال يعني جلسات العصف الذهني التي إن شاء الله ستكون قبل الفعالية. يعني من خلال الكتيب أجد أن الطفل له نصيب أيضا في نعم. الموسم القادم. نعم نعم نعم، هي جميع فئات المجتمع بما في حقيقة الطفل. نحن أيضا نركز على ورشات التدريب، الورشات حقيقة مطلوبة للفئات يعني الصغيرة، ويعني يعني يعني كانت حاضرة على مدار يعني 3 سنوات الماضية، ونجد تفاعل كبير حقيقة وحضور يعني من خلال الأطفال ومن خلال أيضا المدارس التي تشارك النادي الثقافي في يعني في الحضور، وفي دائما أيضا يعني يعني المشاركة في بفاعلية في البرنامج. ولكن يعني يعني البرنامج هو متنوع حقيقة، يعني يشمل جميع الفئات. لدينا أيضا تركيز هذا العام يعني من أعلامنا ربما يعني اختيارنا هذا العام إلى شخصية جديدة وشخصية تاريخية، هو النقاش الهميمي. فهذا العام أيضا نتحدث عن نقاش يعني عماني من خلال يعني جلسة من أعلامنا، وكذلك أيضا لنا يعني يعني أيضا عن تجربة الشاعر والكاتب سيف الرحبي، أيضا لدينا أيضا ندوة يعني كبيرة عن هذا الشاعر والكاتب الكبير العماني. نعم. ونفتخر يعني بوجوده أيضا. ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم، لهم نصيب في الموسم؟ بكل تأكيد، ما زال مركز تأهيل وتدريب يعني المعوقين في بدبد أيضا مشارك معنا حقيقة. جميل. في أكثر يعني من فعالية على مدى العام، أيضا يعني نستعين بهم يعني ونستقرأ بعض الأفكار أيضا المطلوبة، وحقيقة يعني البرنامج معهم مستمر، ويعني والجمهور ولله الحمد في تفاعل يعني في بالحضور في هذه الفعاليات. نعم، يعني من خلال الموسم الماضي دكتور سعيد كيف تجد إقبال الناس؟ إقبال المثقفين واضح بكل تأكيد من خلال يعني حضورهم لبعض البرامج الثقافية، ولكن المتلقي العام، نعم، هل هناك ثقافة حضور لفعاليات ثقافية تجدها وتلمسها من خلال برامجكم الماضية؟ نعم، بيان حقيقة نحن أيضا يعني اشتغلنا على وسائل التواصل الاجتماعي بداية من خلال الدعوة والتحضير لمعظم فعاليات النادي. نعم. وأيضا معظم فعاليات النادي الثقافي ننقلها مباشرة يعني بحيث أنها تصل لكل يعني المتلقين على أرض السلطنة أو خارجها، يعني هذا جانب يعني الجانب الإعلامي والدور في توصيل. الدعوة طبعا تصل في وسائل الإعلام، وجزاكم الخير أنتم أيضا في هذه الإذاعة والتلفزيون دائما يعني في نقل مباشر ومتعاونين في الترويج لمثل هذه الفعاليات. هناك بعض مثلا بعض يعني الفعاليات التخصصية، فهي يعني أيضا يعني تخصصية لعدد يعني معين من يعني الجمهور والمتلقين، فتجد أن بعض الفعاليات الجمهور محدد أو يعني عدد يعني قليل، ولكن في الفعاليات العامة طبعا يعني هي يعني تكون الجماهير أكثر والمتلقين أكثر. فنحن نعمل أيضا في إرضاء جميع الأذواق وجميع يعني التخصصات الثقافية والفنية على أرض السلطنة. لو نأتي لأقرب فعالية متى راح تكون؟ مباشرة في 2 يناير بإذن الله، الأسبوع القادم، استضافة الشاعر فاروق جويدة في أمسية الشعرية، وعندنا أيضا في 9 تدشين تجارب الثقافة العمانية المستدامة، 23 يناير معنا ملتقى مسرح المونودراما، وفي 30 يناير عندنا روائع الطرب الكلاسيكي. جميل. وهي بالتعاون مع دار الأوبرا. تقريبا يعني لا يكون لا يوجد أسبوع إلا هناك فعالية للنادي الثقافي. جميل. والنادي يعني أيضا لديه تنسيق مع يعني المؤسسات الثقافية في السلطنة. جميل. كوزارة التراث والثقافة وجمعية الكتاب، بحيث أنه يكون مثلا يوم الأحد والأثنين تكون فعاليات المؤسسات الأخرى، وتكون فعاليات النادي يوم 3 والأربعاء من كل أسبوع. جميل. نلاحظ أيضا حضور محافظة مسندم.
من خلال حلقة نقاشية. نعم حقيقة يعني هذا العام أيضا يعني بتوجيهات من صاحب السمو السيد هيثم وزير التراث والثقافة الموقر وهو يعني المشرف العام على النادي بأن يكون أيضا يعني يخرج النادي الثقافي إلى المحافظات و. فارتأينا أن تكون أيضا يعني محافظة مسندم هذا العام هي المحافظة المحتفى بها يعني جميل. بحيث أن يعني أيضا يعني عقدنا يعني لقاءات مع يعني محافظ مسندم والولاة والشيوخ وأعضاء مجلس الدولة في محافظة مسندم، التقينا أيضا بالمثقفين في المحافظة، فخرجنا بمجموعة نتائج وورش يعني تدريبية ولقاءات وهي موجودة حاليا يعني في هذا الموسم بإذن الله. فعاليات على مدى العام في محافظة مسندم. جميل، يعني اليوم كونك مهتم وأيضا مختص وفي صلب الثقافة العمانية، كيف يعني تقرأ المشهد الثقافي في السلطنة؟ حقيقة المشهد الثقافي يعني يمشي بوتيرة متسارعة وبوتيرة حقيقة تحقق يعني الأفضلية للمثقف العماني. هناك يعني دعم يعني مباشر من مولانا حفظه الله يعني جائزة سلطان قابوس للثقافة، أحد الجوائز الكبيرة على مستوى الوطن العربي. نعم. مؤسسات الثقافية يعني وزارة التراث قائمة بدور حقيقة كبير، ونتمنى أيضا المزيد يعني من هذه الأدوار للمثقف العماني، لأن الثقافة تحتاج إلى الدعم والمثقف العماني أيضا يحتاج إلى يعني الإشهار أو الظهور أيضا، فلا يظهر المثقف إلا بقراءات ونقد ودراسات وتحليل ما يكتبه يعني. فالنادي الثقافي يقوم بهذا الأدوار، ولكن طبعاً يعني نحتاج إلى دعم الطباعة والنشر يعني عدد كبير من الدراسات التي يتلقاها النادي، ولكن اللي يعني الميزانية يعني التي تتطلب إنجاز عدد كبير من المشاريع يعني، فنحن ولله الحمد الآن ننجز بعض المشاريع، ونتمنى أن يعني أن ترى يعني لدينا طموحات أكبر حقيقة في النادي، لدينا مثلاً مشروع المكتبة يعني في النادي يكون مكتبة متطورة و. لدينا ايضا الكثير من المشاريع، ولكن يعني لبعض الظروف ما زلنا يعني ايضا احنا يعني نحاول يعني ايضا نتجنبها ويعني نستمر ايضا في نحققها باذن الله يعني. نعم، وبكل تاكيد يعني هذا المشهد يحتاج الى تكامل، الى تعاضد ما بين المؤسسات الثقافيه المختلفه، وانتم ما شاء الله كنادي ثقافي قائمين بدوركم شخصيا. يعني الدكتور سعيد يعني تري بعطاءات مختلفة في الثقافة العمانية، اليوم سعيدين جدا بوجودك في برنامج من عمان، كلمة أخيرة تود أن تقولها. نعم. حقيقة هذا العام أيضا لدينا إصدار جديد وهو عبارة عن كتاب سميناه فكر القائد وإبداع المجتمع. نعم. وهو أيضا يعني كتاب توثيقي لإنجازات وتاريخ النادي الثقافي من ناحية جميل. الفعاليات التي يعني تم تقديمها في النادي الثقافي، وهي يعني كلمة وفاء أيضا يعني لهذا القائد ولهؤلاء المثقفين الذين أسهموا في هذا النادي الثقافي والقيادات التي توالت على هذا النادي الثقافي، فنقول لهم يعني شكرا، وهذه يعني كلمة وفاء من خلال إصدار أيضا جديد نوزعه أيضا. نعم. للمشاهدين والمتلقين أيضا الذين يحضرون النادي الثقافي. نقول شكرا لكم وشكرا لك أيضا على حضورك اليوم دكتور سعيد بن محمد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، كل التوفيق لكم. شكرا أخ بيان، شكرا للهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون الداعم الحقيقي حقيقة لفعاليات النادي. واجبنا. شكرا على هذه الإصدار. واجبنا أن نكون دائما مشاهدين في الحدث، ننقل لكم يعني ثراء وتنوع وجماليات هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة. بإذن الله لنا لقاء في محطات قادمة في برنامجكم من عمان، حتى ذلك الحين دمتم في خير، إلى اللقاء.